صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبح عليكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أعزائي المستمعين أصبح عليكم وأتمنى لكم يوم جميل مليء بالطاقة الإيجابية ومليء بالإنجازات الكبيرة. وأنقل لكم تحيات فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك في التنسيق والمتابعة من إذاعة نور دبي زميلتي ميرا الخفلي، وفي الإخراج مخرجنا المبدع والمتميز سعيد المر. طبعا يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا، وأطيب التحيات مني محدثتكم آمنة آل علي. وفي هذه الحلقة بنتناول آخر الأخبار الصحية والعلمية اللي تهم كافة أفراد المجتمع، وأكثر المناقشات والحوارات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضا لدينا فقرة مميزة عن كيفية تثبيت الوزن، وهي فقرة مهمة لشريحة كبيرة من الناس. وفي ختام حلقتنا لليوم بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر بتكون معانا الدكتورة سلوى السويدي، بتعرفنا أكثر عن مرض الزهايمر، أسبابه وأعراضه، وكذلك بتحدثنا عن الفعالية المقامة الآن في مركز كبار المواطنين بعنوان مقهى الذاكرة. ونبدأ فقرات برنامجنا مع خبر عالمي يقول حقنة إسكات الجينات الذكية لعلاج الكوليسترول. وافقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية مؤخرا على جرعة جديدة مبتكرة مهمتها خفض الكوليسترول في الدم، أطلق عليها اسم حقنة إسكات الجينات، وسيتم منحها لحوالي 300,000 شخص خلال 3 أعوام. ويوصف الدواء الجديد والذي يمنح كحقنة بشكل أساسي للمرضى اللي يعانون من حالة مرضية وراثية تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، أو أولئك الذين يعانون بالفعل من نوبة قلبية أو سكتة دماغية، أو أولئك الذين لم يستجيبوا بشكل جيد للأدوية أخرى لخفض الكوليسترول مثل أدوية الاستاتين. وحدث الكثير من الجدل في الأوساط العلمية والطبية قبل الموافقة بشكل رسمي على هذا الدواء بسبب بعض الشكوك، لأن الدواء هذا يعتمد على تقنية تعرف باسم إسكات الجينات، وتعمل هاي التقنية الناشئة من خلال استهداف الأسباب الكامنة وراء المرض بدلا من الأعراض التي يسببها، ويقوم بذلك عن طريق استهداف جين معين ومنعه من صنع البروتين الذي ينتجه، وبذلك يثبط مهمته. وبحسب المجلة العلمية فالباحثون ما زالوا يدرسون هذه الحقنة الذكية لعلاج الكوليسترول. وطبعا أعزائي المستمعين احنا عودناكم دائما في بداية حلقة برنامج صحة وسعادة أن تكون معنا زميلتنا أسماء الجناحي تقول لنا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن اليوم أسماء بتكون موجودة معنا، نوجه لها التحية ونتمنى لها الصحة والسلامة. وبعرفكم الحين على آخر تحديث لمراكز التطعيم اللي توفر لقاح فايزر بيونتك التابعة لهيئة الصحة بدبي. أعزائي المستمعين ركزوا معاي، بقول لكم الحين مراكز التطعيم اللي توفر لقاح فايزر بيونتك في هيئة الصحة بدبي. المراكز هاي أولا مركز ون سنترال لتطعيم كوفيد 19، ومركز أب تاون للياقة الطبية والصحة المهنية، مركز القرهود للياقة الطبية، مركز البرش الصحي، مركز ند الحمر، ومركز المزهر، ومركز زعبيل الصحي. كل هاي المراكز الستة أو السبعة عفوا توفر لقاح فايزر بيونتك. وأيضا هناك مركز جديد افتتح بتاريخ 19 سبتمبر واللي هو مركز قاعة البيت متوحد
في منطقة الورقة. طبعا الفئات المستهدفة من لقاح فايزر بيونتك هم المواطنين والفئات المساندة لهم وجميع مواطنين مجلس التعاون حاملين بطاقة الهوية الإماراتية بإمكانهم أخذ لقاح فايزر بيونتك في هيئة الصحة في دبي، وجميع حاملي إقامة دبي من عمر 12 سنة فما فوق، وجميع القاطنين في إمارة دبي وحاملين إقامة إمارة أخرى من عمر 12 سنة فما فوق. والمستندات المطلوبة لمراكز التطعيم التابعة لهيئة الصحة في دبي، إذا كنتوا رايحين تأخذون لقاح فايزر بيونتك وأنتوا من مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة، ففقط تحتاجون بطاقة الهوية الإماراتية. أما لحاملين إقامة دبي فهم يحتاجون بطاقة الهوية وصورة الجواز والإقامة. أما القاطنين في دبي ولكن يحملون حاملين إقامة إمارة أخرى، فإحنا يعني فهم يحتاجون لأخذ فايزر بيونتك في هيئة الصحة في دبي أي شيء يثبت إقامتهم في إمارة دبي، وكذلك بطاقة الهوية الإماراتية وصورة من الجواز. طبعا أعزائي المستمعين، الحصول على تطعيم فايزر بيونتك في هيئة الصحة بدبي يتم من خلال تطبيق DHA أو تطبيق واتساب عن طريق الرقم 8342. كل اللي عليكم تخزنون الرقم هذا وتكلمونهم على الواتساب، ترسلونهم رقم البطاقة الصحية وسيتم أخذ موعد للقاح. يتوفر اللقاح مثل ما ذكرت لكم في مراكز عدة على امتداد إمارة دبي، فإحنا دائما نحث المستمعين أنهم يبادرون بأخذ اللقاح لحماية أنفسهم وحماية الآخرين. وبنكمل معكم أعزائي المستمعين فقرات برنامج صحة وسعادة بعد هذا الفاصل القصير، انتظرونا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 8342 وللرسائل النصية القصيرة 4006. والحين بنرجع لكم مع فقرة التغذية. كثير من الناس يتساءلون عن الطرق الصحيحة اللي تحافظ اللي يقدرون فيها أنهم يحافظون على ثبات وزنهم، خاصة بعد ما يدخلون في برامج الحمية الغذائية، أو أشخاص اللي ينزلون وزنهم وحابين أنهم يحافظون على هذا الوزن ويثبتونه. فالحين بتكون معانا إن شاء الله أخصائية التغذية العلاجية وزميلتنا الأستاذة نجلة درويش، أخصائي أول في التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة نجلة. صباحك نور وسرور، وحبيت أصبح على جميع المستمعين الكرام. صباح الخير والسعادة نجلة. صراحة نحن المفروض الحين المستمعين يكونون خلاص تعودوا عليك، وإذا عندهم أي أسئلة يبون يسألونها بإمكانهم أنهم يتصلون أو يطرشون لنا المسجات على 4006 بخصوص موضوع اليوم. طبعا صحيح، على رحب التعرض على جميع الاستفسارات إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بنعرف منك أستاذة نجلة أولا كيفية التعرف إلى الوزن المناسب، يعني كيف ممكن أعرف إذا وزني الحين هذا وزن مثالي أم لا؟ هي نحن طبعا للشخص مثلا عشان يعرف الوزن المثالي نرجع لشيء اسمه قياس كتلة الجسم، مثل معادلة آمنة يطلع لنا مثلا معدل كتلة الجسم كم، وفي مثل معدلات طبيعية ومعدلات زيادة ومعدلات حتى توصل النحافة. فالمعدلات يعني الشخص مثلا على سبيل المثال ياخذ وزنه الحالي يقسمه على مربع الطول بالمتر مو بالسنتيمتر، يعني على سبيل المثال إذا شخص طوله مثلا 160 فبيقول مثلا 1.6 متر مربع المتر، يطلع لنا رقم. إذا طلع ما بين بنقول نسبة تقديرية يعني إنه مفروض ما يتجاوز خلنا نقول 18.25
أو 24.9 هذا يعني ها يعتبر معدل طبيعي. زاد عن هذا المعدل مثلا فوق 25 لحد 30 صار في مرحلة زيادة وزن. طبعا فوق 30 سمنة وما بعد سمنة مفرطة ودرجة أولى وثانية وثالثة. فعشان شيء هالمعدلات ضروري الشخص يعرفها. ومو بس شيء، نحن بعد نهتم في موضوع معدل كتلة الجسم، لكن التركيبة كذلك، تركيبة الجسم مهمة. يعني أستاذ نجلة يمكن أن سوري على المقاطعة، بس ممكن أن نحن نقول أن إذا أنا حابة أعرف وزني المثالي ألجأ لأخصائي التغذية. فعلا صح. وإذا إذا حد المستمعين، نحن قبل ما ذكرنا أن إذا نحن حابين مثلا، أنا حابة الحين أخذ استشارة عندك نجلة، كيف أقدر أوصل لك؟ بهيئة الصحة يعني أي طبيب عام أو أي طبيب مختص تابع عندهم ممكن يحولونهم على اختصاصي تغذية في أي مركز صحي، مثلا يدخلون على الطبيب العام ويحولهم على أخصائي التغذية، وبالتالي خلاص تصير المتابعة عند أخصائي التغذية في مراكز الرعاية الصحية الأولية. وإذا كان بالمستشفيات على سبيل المثال كان مريض يتابع عند دكتور مختص أو قسم معين مختص، أو حتى مثلا لا سمح الله ترقت فترة بالمستشفى وبعدين حاب يتابع مع أخصائي التغذية، فمجرد التحويلة هذه من عند الطبيب يقدر يتابع عيادة التغذية وخلاص. نعم، يعني للي حاب يعرف وزنه المثالي يلجأ لي أي مركز صحي قريب منه، يتجه لي الطبيب العام وهو بيحوله على أخصائي التغذية اللي بيعرفه كل المعلومات اللي هو يحتاجها عن نمط حياته، أو مثلا إذا كان وزنه زايد كيف ممكن ينزل وزنه، كيف ممكن يحسن كل المراكز كل مراكز الرعاية الصحية الأولية ومتواجدين، بس يأخذون التحويل ويشوفون المواعيد عند أخصائي التغذية. والنقطة اللي حبيت أذكرها بعد آمنة أن في ميزان، الميزان هذا بيطلع لي تركيبة الجسم سواء يعني وزن الدهون وزن العضل وزن الجسم من الماء، لأن الناس يعني ممكن تأخذها كرقم أن مثلا وزن الشخص كذا، بس هل هذا هو الوزن الصحي؟ هل هذا هو الوزن المثالي نقدر نقوله؟ هي المثالي والصحي، بحيث أن مثلا نسبة الـ يعني وزن العضلات ممتازة عنده مقارنة بوزن الكتلة الدهنية. لكن في أشخاص ممكن يكون تكون أوزانهم عن ميزان مثالية، لكن يكون عندهم مثلا تراكم الدهون أو الكتلة الدهنية أكثر عن الكتلة العضلية، فبهالحالة عندهم يعني من السهولة أنهم تزيد أوزانهم وبسرعة يعني يأخذونها حتى بعد ثبات الوزن. نعم أستاذة نجلة، هل ممكن إذا أنا اتجهت لي دكتور التغذية ووصف لي هذا الدكتور دايت معين أتبعه، أو مثل ما نقول حمية غذائية معينة أتبعها، فهل مجرد قيامي بالحملة بالسوري بالدايت هذا أو الحمية الغذائية هذه بدون أي نشاط بدني هل ممكن أني أنزل وزني؟ عشان نكون صريحين ممكن ينزل، بس ما راح ينزل بالطريقة الصحية. يعني ممكن الشخص يفقد عضلات ويفقد سوائل، ومو بالطريقة الصحية اللي هي المطلوبة أن نحافظ عليها حتى بعد يعني بعد نزول هذا الوزن. بينزل لكن ممكن أن الشخص يكتسب هذا الوزن أسرع. يعني مثل ما نقول يعني موضوعنا اليوم اللي هو وزنه ما بيتم ثابت على النزول اللي هو نزله، صحيح؟ إيه ما بيكون ثابت، بيخسر الكتلة العضلية، راح يحس بضعف، راح يحس بنقص بالعناصر الغذائية عنده، وممكن بعد اتباع من هالحمية أسبوع أسبوعين ممكن يرد يعني خلاص بسهولة إنه يزيد وزنه مرة ثانية. لكن النشاط البدني ممتاز بحيث إنه يحافظ على الكتلة العضلية ويمنع فقدان العضلات في الجسم. هني الشخص يعني يعرف إنه هو حافظ على الوزن المثالي ووزن الصحي، حتى لو بعد حين يعني حتى لو بعد فترة بيحس إنه هو محافظ، لأنه ما خسر الكتلة العضلية، حافظ عليها وهي جدا تفيد يعني تفيد لصحة الشخص. نعم، فنقدر نقول إن النشاط البدني مع الحمية الغذائية يعني مثل ما نقول خطين يمشون في نفس الطريق. أيوة نعم، هي لازم يعني ولابد من النشاط البدني، لأن هذا يعتبر عامل مساعد للتحقيق الأهداف الصحية اللي يسعى لها الشخص. نعم. يعني من وراء أنه دخل ويتابع عند أخصائي التغذية أو أخصائي التغذية، لكن مجرد ما أنا بس يعني أخذها كحمية لفترة معينة
لا يحبذ انه يكون ب يعني بالانشطه البدنيه اللي يسويها، مو شرط حتى يعني نشاط واحد. اذا كان يعاني من مشكلات صحيه ممكن يلجا لطبيب المعالج يقول شو انواع الانشطه اللي ممكن امارسها، مثل السباحه، انشطه اخرى يعني ممكن نشاط يمنع عنه لكن في انشطه ثانيه ممكن يؤديها. نعم، بعد الحميه الغذائيه وتثبيت يعني وصل للوزن نقدر نقول المثالي، كيف يحافظ هذا الشخص على هذا الوزن وأنه ما يرجع للسمنة مرة أخرى؟ أي وايدين وايدين يا عمنا يقولون نحن وصلنا الوزن الثاني بس نحس بصعوبة الحين نحافظ، يعني خلاص يحسون مجرد ما أنهم تركوا الحمية على طول الأوزان ردت، واللي خسروا مثلا وتعبوا عليه لا يرجع مرة ثانية. هني يعتمد على إصرار الشخص والعزيمة بحيث أنه يحافظ على أنه يتبع النظام الصحي. يعني أسب المثال، في ناس تتبع الحمية مثلا قالت أنا حين في دايت في رجيم معين ومنعت نفسها من الدهون من المقالي ومن واتبعت الإرشادات، بس يوم خلاص يوصلون الوزن المثالي يردون مرة ثانية حق يعني كانهم سووا أيام مفتوحة مو بيوم، رجعوا مرة ثانية حق المقالي وحق الأمور الثانية، قالوا خلصنا ونزلت أوزاننا بس نحن بنقلل الكميات. لا نحن نقولهم هني لازم تحافظون، يعني الإرشادات هاي والأساليب والعادات اللي اتبعتوها لازم ولا بد أنكم تتابعونها حتى بعد ما تحققون الوزن المثالي. نعم. يعني ضروري، لكن بس الله ما بيختلف الشغلة في السعرات الحرارية. على سبيل المثال شخص حاب ينزل وزنه، نحن نعطيه النزول ما بين احتياجه من السعرات الحرارية، بعد ما نحسبها مع النزول ننقص له 500 سعر حرارية تقريبا. لكن إذا حب يحافظ على مرحلة الثبات هذه يرد ياخذهم، يعني ياخذ احتياجه بالضبط. يعني على سبيل المثال شخص احتياجه 2000 سعرة ياخذ من 2000 سعرة بالضبط، وينتقي العناصر الغذائية الجيدة المجموعات الغذائية بطريقة صحية يتبع الإرشادات الصحية. نعم. من الحالات اللي توصلت حرارية. من الحالات اللي توصلت أستاذة نجلة، هل الأغلب يرجع يعني لوزنه قبل الحمية الغذائية، ولا تشوفين أن لا في ناس تموا على ثبات أو وزنهم تم ثابت وفادتهم الحمية؟ هي لا ما شاء الله في ناس كثير استمروا لأن باتباعهم للعادات الغذائية فعلا استمروا وما تركوا الرياضة، ما تركوا الأنشطة الرياضية، لأن في ناس مجرد بوقت الحمية يسوون الرياضة وبعدين يتركون الرياضة. لا الرياضة هاي حافظت على أوزانهم المثالية، حافظت على الكتلة العضلية، وبالتالي يعني مرة في مرحلة وزن صحي وثبات فعلا، يعني الوزن المثالي اللي هم يستحقونه. في ناس أول ما تبدأ بعد حمية يمرون في مرحلة يحسون أن أوزانهم ما تنزل، هنا هاي مرحلة الثبات. نقولهم اصبروا لأن ممكن في هالوقت عندكم الكتلة العضلية تتقوى تتحسن، فالرقم هذا والمؤشر على الميزان انتو تشوفونه مو شرط يكون انه دليل على فشلكم في اتباع الحمية او العادات الصحية اللي انتو تبعتوها، بس بالصبر والاستمرارية راح يوصلون للأوزان المثالية ان شاء الله يا رب، لان كل الناس الحين تعاني من هذا الموضوع وكل حد يبغى يوصل للوزن المثالي. انا اتذكر خليت استشاره قبل تقريبا قبل رمضان، يمكن كنت احس اني انا يعني هذا مو بوزني والوزن هذا مو بعايبني واحس اني انا متنانه، فاخذت موعد عند استشاريه التغذيه هني في هيئه الصحه في دبي، والاستشاريه شافتني يعني ظاهريا تقول لي يعني انت ما عندك ولا شيء، يعني مستحيل انت يعني وزن زايد ولا شيء. اقولها لا لا انت تسوي لي هالاختبار اللي اوقف على الميزان ابا اشوف اكيد عندي يمكن عندي شيء، وبالفعل طلع عندي شيء بسيط جدا اللي هو الكوليسترول. قالت لي الكوليسترول يعني انه لازم احافظ على مثلا ما اكل اكلات بحرية، ما اكل اكلات معينة ممكن انها ترفع الكوليسترول، بس قالت لي ان النسبة يعني وايد بسيطة بس المحافظة يعني يفضل انه يعني طبعا الواحد يحافظ. فيعني احيانا هوس التفكير استاذة نجلة، يعني الواحد يوم يفكر في الشيء يشوف الكل ياس يتبع حمية غذائية، اخي يمكن في شيء غلط فيني، ليش انا مو بنفس الناس؟ اقول لا وكثرة الحميات على السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي وكذا، صح تقولي وزنك مثالي، تعرفين قالت لي تعرفين شو الوزن المثالي، انت تبارك الرحمن هذا وزنك المثالي الطول، وقالت لي نفس ما قلتي الوزن وضربته في
في الطول. قالت لي وزنك يعتبر من الأوزان المثالية، أنت شوية تبين. قلت لها لا أنا أحس فيه. فيعني تأثير السوشيال ميديا، تأثير البيئة المحيطة بالإنسان، يوم يشوف كل اللي حواليه ياسين يسوون دايت ويضعفون. لو أنا وزني مثلا نفرض نقول مثل ما هي تقول مثالي، أنا أشوف أنه لا، يعني أكيد لازم أتبع حمية غذائية، ليش الكل؟ فسبحان الله الواحد يمكن يبدل، نتعلم من الأشخاص اللي يأخذون الحمية الغذائية اللي هو الطعام الصحي. يعني أنا استفدت منهم أني قمت أكل الأكل الصحي اللي هم يأكلونه، مو شرط أتبع الحمية الغذائية هاي، بالعكس يعني نحصل وجبات مفيدة وطرق طبعا. يعني فكل ما نوعتي في الأكل وكان أكل صحي حبيتي هذا الأكل أكثر فعلا. وتحسين تعرفين احتياجاتك من السعرات الحرارية، وما تروحين تزودين الأكلات اللي مثلا أو السعرات الغير الضرورية. بالضبط. فأستاذة نجلة، إذا بتعطين معلومة أخيرة للأشخاص اللي ممكن أنهم يعانون من ثبات الوزن، مثل ما ذكرتي ثبات الوزن، هم بادين توهم حمية غذائية ولكن وزنهم ثابت مو قاعد ينزل، فشو النصيحة اللي ممكن تقدمينها لهم؟ إيه، لا تزنون كل يوم. لا تزنون عن ميزان كل يوم. حبيت هاي النصيحة الأولى. هي لأن كل ما يوزنون مثلا يشوفون بالجرامات. كم يوم تقريبا إذا الشخص بدأ حمية غذائية، كم شخصي كم يوم يصبر ليت يعني يشوف؟ يعني نقول له يوزن مرة في الأسبوع، يوزن بنفس تقريبا وزن الملابس اللي يوزن عليه، وقبل السباع يعني قبل ممارسة الرياضة، مثلا في الصباح الباكر قبل ما يتريق، هذه أوقات المناسبة إنه يوزن، لكن يثبت إنه هو وزن أسبوعي، يأخذ كوزن أسبوعي. هني ممكن يقارن، بس في ناس مثل ما قلتي هوس، عندهم هوس ميزان. صح، في صح، خاصة اللي وزنهم زايد. ممكن 5 مرات في اليوم يصعدون على الميزان، فنصيحتي لهم بعدوا الميزان، خلكم متبعين النظام والاستمرارية. يعني أنا ما بشوف النتيجة مثلا بعد أسبوع أو أسبوعين، ممكن ألحظ النتيجة بعد شهر بعد شهرين، بس بالاستمرارية. وما يمانعني أنا أخذ استشارتي من اختصاصي التغذية وأتابع معاهم، ممكن يصير في تعديل شوي في النظام الغذائي بس بالاستمرار. نعم، يعني نقدر نقول بدون هوس ميزان. صح. نصيحة اليوم من الأستاذة نجلة أن أولا ما توزنون وزنكم كل يوم، وثانيا أن بدون الهوس، هوس الميزان، بالعكس هوس الميزان النتائج ممكن أنها تطلع يعني بفترة معينة، مع الصبر، مع الحمية. ممكن في لما ينحل أن احنا تركيبة الجسم نشوف، لا بالعكس الشخص هذا زادت عنده الكتلة العضلية ونزلت عنده الكتلة الدهنية. فالاستشارة يعني نقدر نقول هي أضبط حل، مش الميزان وحده. يعني مو بس أنا أوقف على الميزان وأقول وزني نزل كيلو ولا ما نزل، لا، استشير وأشوف أنا في شو تحسنت. أكيد إلا ما في جانب معين أنا تحسنت فيه من ناحية صحية. طبعا أستاذة نجلة، الحديث معاك شيق ويطول دائما مثل ما قلت، بس حابين نشكر لك تواجدك معنا اليوم، ونتمنى إن شاء الله نستضيفك عنا هني في الاستديو في موضوع أكبر، وناخذ وقتنا أكثر في هذه المواضيع الشيقة. شكرا لك أستاذة نجلة. كل سعادة بهالاستضافات، ودائما يعني نتمنى للجمهور المستمعين والناس كلهم إن شاء الله يعني دائما من صحة إلى صحة وسعادة دائما يا رب. اللهم آمين. شكرا لك أستاذة نجلة درويش، اختصاصي التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، على هذه المعلومات القيمة. شكرا لك. كل شكر لكم. أعزائي المستمعين، مع فقرة التغذية الشيقة اللي كنا فيها معاكم، بننتقل إن شاء الله بعد الفاصل إلى فقرة مقهى الذاكرة، واللي هي الفعالية المقامة حاليا في مركز كبار المواطنين بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر. انتظرونا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نذكركم أعزائي المستمعين بأرقام الرسائل النصية عنا، واللي هي 4006 لاستفساراتكم حول المواضيع اللي حابين أنكم تعرفون عنها معلومات أكثر.
أطلقت هيئة الصحة بدبي في مركز سعادة كبار المواطنين اليوم مقهى الذاكرة، وذلك بهدف رفع وعي الجمهور والمهتمين وأهالي المرضى المصابين بمرض الزهايمر وأسبابه، حيث يتيح المقهى مناقشات موسعة حول طرق وتشخيص مرض الزهايمر وكيفية التعامل مع تحدياته مثل مشكلة النوم ودور الرياضة وغيرها. ويسعى المقهى أيضا إلى إعطاء الأهالي المرضى الفرصة لمشاركة تجاربهم والاستفادة من قصصهم وقصص نجاحهم في التعامل مع مرضى الزهايمر. ويأتي هذا المقهى تزامنا مع اليوم العالمي لمرض الزهايمر واللي صادف 21 من سبتمبر من كل عام. وللحديث عن مقهى الذاكرة وفكرته والبرامج والنشاطات التي تقام فيه الآن في مركز سعادة كبار المواطنين، يسعدنا ويشرفنا تكون معنا الدكتورة سلوى السويدي، استشاري طب المسنين ومدير مركز سعادة كبار المواطنين في الهيئة. صباح الخير دكتورة سلوى. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتورة، سعيدين بتواجدك معنا، من زمان ما طلعتي. حبيبتي أهلا فيك. أنا أدري أن اليوم الفعالية الحين مقامة في مركز كبار المواطنين، وأنتوا يعني أكيد على أتم الاستعداد لهاي الفعالية، بس حبينا دكتورة سلوى نعرف المستمعين بداية عن مرض الزهايمر وكيف ممكن أن الأشخاص يعرفون يفرقون أن هذا الكبير السن الموجود في البيت مصاب بالزهايمر وليس فقط نسيان عادي. أوكي، حلو سؤال جدا، لأن توا سألنا واحد من كبار المواطنين. شوفي، بداية مرض الزهايمر هو مرض وليس جزء طبيعي من الشيخوخة. هذه الشغلة وايد مهمة نحن نقولها، لأن الزهايمر مرض انحلالي عصبي، بالإنجليش degenerative disease. شو يعني؟ يعني مرض يتأثر بالتقدم بالعمر ويؤثر على خلايا الدماغ فيسبب موت وتلف لخلايا الدماغ وصعوبة وترسب بروتينات معينة بين خلايا الدماغ بشكل مبسط جدا. يعني كل خلية دماغية داخلها بروتين مش طبيعي يأثر على وظيفتها، وبين هذه الخلية والخلية الأخرى حواليها بعد بروتين معين يؤثر على التواصل بين الخلية والثانية. فلما نتخيل دماغ شخص في بروتينات غير طبيعية مترسبة داخل الخلايا وبين الخلايا، هذا الشيء يؤدي إلى موت الخلايا ودمور الدماغ بشكل كبير. وهذا الشيء اللي احنا نشوفه حتى في الـMRI أو الأشعة المقطعية لدماغ مريض مصاب بالزهايمر ودماغ مريض طبيعي، راح نلقى شرينكج أو دمور في كتلة الدماغ ككل. مرض الألزهايمر طبعا تم اكتشافه من قبل عالم ألماني في سنة 1906، كان يتابع حالة مريضة عندها أعراض تشمل نقص أو ضعف الذاكرة قصيرة الأمد، كان عندها مشاكل سلوكية ومشاكل أخرى في التذكر وصعوبات في التعامل مع أهلها، وأغلب الناس لها كانت تنساهم. لما توفت المريضة طلب الطبيب هذا من أهلها أنه يسوي تشريح للدماغ، ولما سوى التشريح لطبقات الدماغ شاف ترسب البروتينات هذه. فهو مرض انحلالي عصبي يصيب الدماغ بالدمور، فبالتالي يأثر على كل وظائف الدماغ. نعم دكتورة، قلتي معلومة جدا قيمة. يعني أنا صراحة عن نفسي يعني أنا كنت أعرف أن هذا الزهايمر موجود عند كبار المواطنين، فمع أنه يسمى بمرض الزهايمر ولكن دايما نحس أن هذا لا، ها شيء اجتماعي، شيء ممكن أنه مرض مستحيل هو مرض له تعريف معين، ولكن أنت ذكرتي اليوم أنه هو مرض بحد ذاته مرض. فإذا هو مرض فهل لهذا المرض أسباب مثل ما لكل الأمراض أسباب؟ بالضبط. شوفي، ما في سبب معين أنا أقدر أقول لك أنه مثلا إذا الشخص عنده سكري لازم يصير عنده ألزهايمر. ما في سبب معين، لكن في عوامل إحنا نسميها ريسك فاكتورز أو عوامل الإصابة بالمرض، هي العوامل اللي تخلي هذا الشخص معرض أكثر من غيره أنه يصير عنده ألزهايمر. أولا التقدم بالسن، أنا مثل ما قلت في البداية، قلت مو شرط أنه يصيب كل كبار السن، لكن فرصة الناس اللي هم أكثر من 65 سنة أكثر من الناس الأصغر سناً بالإصابة بالمرض. يعني تبتدي الريسك فاكتور هذا يزيد مع التقدم بالعمر، يوصل لي مثلاً نسبة كبيرة من الناس اللي عمرهم فوق 85 ممكن 50% منهم يكونوا مصابين.
لكن مو كلهم، ومو شرط أن كل واحد تقدم بالسن لازم يصير عنده ألزهايمر. ممكن يصير عنده نسيان بسيط لكن يقدر يمشي حياته مع هذا النسيان، ما نقول عنه مصاب بالألزهايمر. السبب الرئيسي أولاً أو أسباب أو عوامل الخطر التقدم بالسن، الإصابة بالأمراض المزمنة خاصة إذا كانت يعني مسيطر عليها، اللي من أهمها السكري، ارتفاع ضغط الدم، تصلب الشرايين، ارتفاع الكوليسترول. هالأمور كلها في النهاية مثل ما تأثر على شرايين القلب فهي تأثر أصلاً على شرايين الدماغ، فتقلل التروية الدموية للدماغ فتزيد من فرصة حدوث الألزهايمر. السمنة من العوامل، خاصة السمنة في منتصف البطن الجسم، يعني اللي هي الكرش أو البطن، هذه بعد عامل من عوامل الإصابة بالألزهايمر. قلة النشاط الذهني، قلة النشاط الحركي، الناس اللي غير متعلمين، الناس اللي ما يتحركون، نمط الحياة مالهم ما في رياضة، ما في أكل صحي، معرضين أكثر من غيرهم نصير عندهم ألزهايمر. نعم. في شغلة وايد مهمة بعد الناس ما تنتبه لها، الاكتئاب ممكن يؤدي إلى ألزهايمر، فبالتالي وايد مهم أن احنا نكتشف الاكتئاب لدى كبار السن، وهي ممكن نتكلم عنها بحلقة تانية. يعني الاكتئاب لازم أن احنا نكتشفه ولازم يتعالج، لأن الاكتئاب إذا ما تعالج ممكن يؤدي إلى ألزهايمر. نعم طبعا أستاذة دكتورة سلوى، ذكرتي أسباب عدة هي ممكن تكون العامل الغير مباشر، مثل ما نقول ذكرتي أنه لا يوجد سبب نقدر نقول هو هذا السبب اللي يسبب مرض الزهايمر، ولكن لفتني أيضا اللي هي قلة النشاط الذهني. أنا قبل كنت أحد المتطوعين في مراكز كبار السن في مارة الشارقة يوم كنت في عمر أصغر، فكنت ألاحظ دائما دكتورة إنه يحاولون دائما يربطونهم بالواقع. كان في أشخاص معينين يحبون يقرون الجريدة لازم كل يوم العناوين الرئيسية. في ناس يعني حتى أتأثر وأنا أتكلم الحين، لأن الله يرحمه توفى الشخص، يعني كل يوم كان لازم أقرأ العناوين الرئيسية في الجريدة. في أشخاص كانوا يحبون يلعبون ألعاب معينة، وكنت أشوف أيضا في هذه المراكز دكتورة سلوى يبولهم بطايق بصور أصحاب السمو، يذكرونهم بأساميهم، يربطونهم بالعالم معانا. هم كلهم موجودين في هذا المكان ولكن يعرفون جميع القيادات، يعرفون جميع المواضيع الموجودة في العالم الخارجي. فإحنا الحين نبي نعرف دور مركز كبار المواطنين، وأنا لي إن شاء الله دكتورة زيارة لهذا المركز، لأني دائما أحب في برنامج صحة وسعادة يوم أتكلم عن شيء أكون شايفة هالمكان، ولكن أنا أسمع دائما عن خدماتكم المقدمة في مركز كبار المواطنين. فإحنا اليوم بمناسبة مرض اليوم العالمي لمرض الزهايمر، المقهى الذاكرة المقام، هذه أحد الخدمات أكيد المقدمة منكم من مركز كبار المواطنين. حبينا نعرف أكثر عن هذا المقهى اللي هو مقهى الذاكرة، وكذلك حول استفساري اللي هو عن الأنشطة الذهنية ودورها في تأخير نقدر نقول الزهايمر. شوفي، نتكلم أول شيء عن مقهى الذاكرة لأنه هو الفعالية مالت اليوم. مقهى الذاكرة، إحنا من سنة 2013 في مركز سعادة كبار المواطنين أطلقنا ملتقى لأصدقاء مرضى الزهايمر، بشكل دوري نجتمع مع الناس سواء كانوا المصابين أو أهاليهم أو الناس اللي هم في المجال الصحي اللي حابين أنهم يفهمون أكثر ويزيد وعيهم بالنسبة للمرض. الملتقى كان على شكل يعني ملتقيات دورية علمية تقدم معلومات علمية. هالمرة حاولنا أن احنا نسوي على شكل ديمنشيا كافيه أو مقهى الذاكرة بالعربي. هو مقهى راح يكون بشكل دوري بشكل شهري، اللي ساعدنا أن تم افتتاح أوريدي كافيتيريا أو مقهى أو كوفي شوب في مركز سعادة كبار المواطنين. اليوم أول يوم الافتتاح وسوينا هذه الفعالية. الهدف شو؟ الهدف ان احنا هالمرة ما نبغى نكون احنا الملقنين، ما نبغى نوقف احنا ونعطي محاضرة. الهدف اليوم ان احنا نبغى الناس تكون موجودة في مكان مريح تشرب كافي وتتكلم عن تجاربها. احنا احنا ما نتعلم الا من المرضى. في اشياء مش مكتوبة في الكتب، في اشياء مثلا انت كيف مثلا تتعامل مع ابوك المصاب بالخرف اذا كان يرفض انه يتسبح، كيف تتعامل معها إذا كان توه متغدي وبعد 5 دقائق يقول أنا ما تغديت، كيف تتعامل وياه إذا كان عنده صعوبات في أنه هو يبدل ملابسه يعني أو يهتم بنفسه.
أو كان عنده عصبية أو مصر على فكرة معينة أن البشكاري بيسرق بيزاتي، وهالأمور موجودة. يعني عندكم قصص كثيرة دكتورة سلوى على بالضبط. على حسب حديثك بالضبط. الفكرة نبغي الناس تجلس مع بعض وتتكلم بكل يعني بشكل واضح أن أنت كيف تعاملت ويا أبوك، يمكن غيرك اللي يسمع راح يستفيد من تجربتك. هذا هو الهدف، وإحنا موجودين وجود المختصين سواء الأطباء أو التمريض أو أخصائيين العلاج الطبيعي، أخصائيين التغذية العلاجية، السوشيال وركر، الخدمة الاجتماعية، الكل موجود حوالين المرضى في هذا المقهى بشكل غير مش فورمال، بشكل مبرسمي. الفكرة نبغي كل مختص يقعد مع طاولة معينة يشوف شو احتياجاتهم، وفي نفس الوقت لو حد عنده good experience، تجربة حلوة في التعامل مع المرض، يقدر ينقلها لغيره ويقدرون الناس يستفيدون. فهذه هي فكرة المقهى، مقهى الذاكرة. الهدف منه تبادل، نستفيد من تجارب الناس. نعم، يعني نقدر نقول إن مقهى الذاكرة هو مكان يعني أنشئ لتبادل الخبرات في المواضيع اللي تخص كبار المواطنين. صح، ذكرتي دكتورة سلوى أنه بيكون إن شاء الله بشكل شهري، بشكل هل كل أفراد المجتمع اللي لديهم كبار سن في البيت بإمكانهم أن يشاركون في هذا المقهى؟ طبعا، ورح نعلن عن, عن, عن إقامة الفعالية بشكل شهري من خلال موقع كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة، علشان يكون في وعي، الناس يكونون عارفين، ويكون الفريق الطبي متكامل وموجود في وقت الفعالية. نعم، فنحن نقول للمستمعين بأن مقهى الذاكرة هو مكان لتبادل الخبرات بين الأشخاص اللي لديهم كبار في السن موجودين معاهم في البيت وبين الخبراء المختصين، فهي علاقة تبادل للخبرات، أنتم تستفيدون منهم وهم يستفيدون من خبرتكم ومعرفتكم كذلك. بالضبط، يعني حتى لو كان المريض مش مريضنا أصلا، لكن إحنا لاحظنا من خلال المعلومات اللي يعطيها مثلا ولد المريض أو الشخص القائم على رعايته أن الأعراض اللي عنده هي أعراض خرف أو أعراض اكتئاب، ساعتها احنا نقدر نقول لا، يسجل المريض عندنا في العيادة، عيادة صحة كبار المواطنين، ونقدر نبتدي له على علاج، ونقدر لو شفنا انه فعلا محتاج انه يسوي علاج طبيعي ممكن نحوله على العلاج الطبيعي المتوفر ايضا في المركز. فهي الفكرة ان احنا ما راح نقول للمريض انت عندك ألزهايمر، احنا نبغي اهاليهم يقولون لنا شو عندهم، شو الشيء اللي مضايقهم، شو الشيء اللي هم مش عارفين، التصرفات الغريبة مثلا اللي هم مو قادرين انهم يفهمونها بالنسبة لأبوهم أو أمهم. فلو احنا حسينا ان الموضوع ممكن احنا نساعدهم فيه، ساعتها راح نرتب لهم أمورهم ونشوفهم عندنا في المركز إن شاء الله. وطبعا دكتورة سلوى، حثينا في ختام يعني هذه الفقرة، ما بنطول عليك، نعرف أن الفعالية قائمة الآن، نبي نعرف في ختام هاي الفقرة هل هناك فعاليات أو خدمات أخرى تقدمونها في مجال خدمة مرضى الزهايمر؟ أي طبعا، مركز سعادة كبار المواطنين يقدم رعاية طبية ورعاية تمريضية للمرضى المقيمين في المركز، واللي عددهم حاليا 20 مسن ومسنة. يقدم أيضا خدمات إعادة تأهيل للمرضى المقيمين وللمراجعين الخارجيين، اللي هي العلاج الطبيعي. طبعا حاليا عندنا أكثر من 470 مراجع خارجي. نقدم خدمات التغذية السريرية للمرضى المقيمين، وأيضا في عيادة للتغذية السريرية مرة أسبوعيا في المركز. والخدمات الاجتماعية هذا بشكل مستمر، عندنا سوشيال وركر أو أخصائية اجتماعية في المركز تشوف احتياجات المرضى الداخليين المقيمين وحتى الخارجيين، وتنسق لفعاليات اجتماعية وأنشطة، وهي اليوم اللي تواصلت مع أهالي المرضى وعزمتهم على هذه الفعالية. طبعا المركز يهدف إلى تقديم خدماته لكبار المواطنين بشكل شمولي عن طريق فريق طبي متكامل. نعم، نصيحة أخيرة دكتورة سلوى في دقيقة تقدمينها للمستمعين. اليوم طبعا بمناسبة اليوم العالمي للألزهايمر، أنا حابة أن أنا يعني أوجه الناس أنهم ما يستحون من المرض. هذه شغلة احنا لاحظناها في ناس، يعني عندهم شوية تحفظ في أنهم يتكلمون عن المرض، أو يعني إذا كان يعني المصابين أحبائهم من كبار السن، أمهم أبوهم يدهم يدتهم، في ناس لا زالت تتحفظ أنها تتكلم عن هذا المرض، فبالتالي تخلي المريض في البيت وهي عارفة أنه ممكن يكون عنده ألزهايمر، ما تطلع برا المجتمع لأنه خايفين مثلا من تصرفات ممكن تسبب لهم حرج.
هاي الأمور المفروض أن احنا خلاص يعني أعداد كبار السن على مستوى العالم قاعد تزيد. أعداد المصابين بمرض الألزهايمر في 2018 كان 50 مليون مصاب حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم، متوقع أن العدد هذا يوصل 82 مليون مصاب في سنة 2030. فإحنا وياك توكين إحنا نتكلم عن مرض شائع جدا، المفروض أن احنا نتكلم عنه، لأن شغلة من الشغلات اللي إحنا نشوفها أنه مو بس المريض يعاني، أهالي المرضى هم اللي يعانون. في شغلة اسمها كير جيفر ستريس، أو الستريس والضغط النفسي اللي يعاني منه الشخص اللي يرعى المسن. هذا الشخص لو ما يتكلم وما يقول هو شو عنده ممكن يصاب بأمراض هو في غنى عنها. نعم طبعا دكتورة سلوى السويدي استشاري طب المسنين ومدير مركز سعادة كبار المواطنين، نحن شاكرين لكم جميع الخدمات اللي تقدمونها لكبار المواطنين، شاكرين لكم جهودكم المبذولة لك ولجميع فريق العمل اللي يعمل معاك تحت هذه المبادرة وجميع المبادرات. شكرا لك على مشاركتك اليوم. يعني أمنا ونتري زيارتك أكيد إن شاء الله قريبا. شكرا لك. وفي ختام حلقتنا أعزائي المستمعين نذكركم بضرورة الالتزام بلبس الكمامة للوقاية من كوفيد-19، وكذلك في نهاية حلقتنا نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظلكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي في التنسيق والمتابعة زميلتي ميرا الخفلي، وفي الإخراج مخرجنا المبدع سعيد المر. سامحني سعيد شوي اليوم أخرتك، وكل الشكر لكم أعزائي المستمعين، ودمتم في صحة وسعادة. صحة وسعادة.